بسم الله الرحمن الرحيم. اولا جد سعيد بالانتصار. اخر مره تلاقينا هنا كانت هزيمه ثقيله، وقلنا نتمنوا ان فتره التوقف تفيدنا. الحمد لله ان انتصرنا اليوم ضد فريق البطل، مجموعه ديال المرات الوداد بطوله، فريق قوي، ولكن تنظن بان احنا لهم باقي ما جاهزينش لانطلاق البطوله بشكل حقيقي، لان شفنا الايقاع، شفنا التعامل ديال اللاعبين. تنظن بان الاسبوع المقبل ممكن ان الفرق يكونوا افضل من الناحيه التقنيه، لان تنظن بان بدينا شويه بكري، وبالتالي ما كاينش ايقاع. حنا ما دخلناش مزيان في المباراه، فريق الوداد بقيمه ديال اللاعبين ديالو سيطر علينا، جات ضربه جزاء اللي وارده في كره القدم. طلبنا من اللاعبين باش نبقاو منضبطين ونبقاو مركزين، لان ما بغيناش يوقع لنا بحال نهار الجيش. في خلق الفرص كنا افضل، الشوط الاول جاتنا فرصه قبل من ضربه الجزاء ما تعاملناش معها بشكل مزيان، ثم في الشوط الثاني خلقنا فرص، جات ضربه جزاء ربما مكافاه لينا، لان ما كناش نستحقوا ضربه الجزاء الاولى ضدنا. الحمد لله اننا سجلها، ومن بعد حاولنا بقينا مركزين. الكره الاخيره تنظن بان عطاتنا واحد القيمه اضافيه ضد فريق الوداد، لان منها تسجل في الدقائق الاخيره ما يمكن الا انك تكون سعيد، ما يمكن الا ان هذا الهدف يزيد الفرحه ديال اللاعبين، يقوي من الانسجام بيناتهم، الروابط بيناتهم، هذا الشيء اللي اشتغلنا عليه في الفتره ديال التوقف. نتيجه ديال الفوز هنيئا لنا، نتمنى اننا نستثمروها في المباريات المقبله ان شاء الله. ميرسي كوتش، شكرا. سيدات يمكن سي سمير. سي جمال السلامي، يعني راه انتصار في هذه المباراه هذه، ولكن دائما يمكن تشوفوا ديك النبسه الاخيره عن المهاجمين كتغيب على اللاعبين ديال الفريق الفتح الرباطي رغم يعني عده محاولات. حنا غيرنا الطريقه ديال اللعب ديالنا في التوقف، لان كما قلت في اخر لقاء معكم ما تسجلوا لنا اهداف بزاف. في الوقت اللي كان عندنا اقوى نقطه ديالنا هو اننا عندنا دفاع قوي، فلازم اننا نغيروا طريقه اللعب ديالنا. فاليوم غيرنا طريقه اللعب ديالنا في التوقف، بدينا نلعبوا بجوج ديال المهاجمين، مهاجم قار ومهاجم تيلعب حداه، مازال ما ولفناهاش، ولكن تنظن بان باش تسجل اهداف ماشي ساهل. وفي المغرب اللاعب اللي تيسجل اهداف تيمشي، وبالتالي حنا اليوم قمنا بتغييرات عطاتنا اضافه. فهنوري الدخول ديالو عطانا واحد الثقل في الامام مع المدافعين ديال فريق الوداد، ثم اننا استفدنا من هذاك التمركز ديالو والدفاع ديالو باش ولاو عندنا ديزيسباس كنقدروا نلعبوا. الجهه اليمنى كانت نشيطه في الشوط الاول والشوط الثاني، جوج ديال الاهداف تنظن بانها كافيه باش ننتصروا. شحال هذه ما سجلنا جوج ديال الاهداف، هنيئا لنا بهذا الانتصار، نتمنى اننا نستثمروه، خاصه اننا عندنا تنقل صعب للفاس. شكرا، تفضل. سي جمال، شخصيا اقرت بان المستوى كان ناقص. انا كنت نسولك غير على هذا الابريف، ما دام ان البطوله يعني العام البطوله المحليه غير ممتاز كثير في المنتخب، واش كان ضروري نتوقفوا شهرين الى غنبداو من الزيرو؟ لان المفروض ان البدايه ديال يعني الايام كنكون دوزيام سوفل ولا دوزيام رولونس، غادي يكون نيفو طالع، لا حتى بدينا من الاول ما كانش فرجه ابار دوك ثلاثة ديال اللي كانوا، ماشي هي الفتح ولا البدايه اللي كنعرفوا. فاحنا تنتعاملوا مع البرنامج ومع الكالومبري اللي تدير الجامعة، الجميع كان تيتمنى أن المنتخب يمشي لنقطة أبعد من تمن، بالتالي التصور كان هو هذا. تنظن بأن الحالة الراهنة هو أننا بدينا، حنا غنكونوا فرحانين لأننا بدينا ثلاثة نقط. الفرق اللي انهزمات غادي تشكي كثر، حنا ما عندناش نشكيو دابا سي محمد، حنا ربحنا. تنظن بان هذا التوقيت موال لينا مزيان، دينا ثلاث نقط خاصه مع الوداد، لان ماشي سهل انك تتصل على الوداد. شكرا. ناخذ اخر سؤال، تفضل.
زيجان مال هنا نفوز لحظنا اليوم مزيان لك مزيان لك انت اللي لاحظنا اللي لاحظنا هو انك يعني اليوم شربتي اللاعب التازي وما يعني اول مره كيلعب وكذلك اللاعب العلاوي يعني واش هذا الشيء داخل يعني في اطار يعني اقحام اللاعبين ديال جداد ولا انت شفتهم مناسبين لك يعني الخطه اللي تلعب بها اليوم؟ فاحنا التغيير اللي درناه في طريقه اللعب خلانا نقلبوا على لاعبين لان ما مجلبناش لاعبين لان ما قدرناش نجلبوا لاعبين الا جبنا عبد الصمد بداوي انتقال حر لان كان عندنا مشكل في الجهه اليمنى ثم مشى قرناص وبالتالي كان خصنا لاعب في ذاك البلاصه تازي لاعب عنده مؤهلات دخل في الاهداف ديال النادي اننا نشركوا لاعبين من المنتوج ديال مركز التكوين هذا لاعب اللي مواليد 2005 عطيناه الفرصه لانه عنده مؤهلات ما يمكنش نعطيو الفرصه لشي واحد ما عندوش مؤهلات لان السن ماشي هو اللي تيحكم وبالتالي لعب اليوم مع الوداد تنظن بانه قدم مباراه في المستوى كمباراه اولى رضا العلاوي ما دخلناش لانه كان مصاب كان من قبل كان مريض واحد نزلت برد واحد الاسبوع ثم كان مصاب في الرجل داكشي علاش ما بديناش به عطينا التازي فرصه ثم دخلنا رضا هو اللي سجلنا الهدف هنيئا لا اول هدف ليه في البطوله حتى هو باقي صغير مواليد 2005 نتمنى ان هذا الشيء يخلي اللاعبين الصغار انهم يطمحوا انهم يلعبوا والحمد لله نخليو الزريعه ديالنا مره اخرى شكرا لا تنسوا تشتركوا بالقناه وتضغطوا على زر الجرس شكرا